هنعمل احلى رغيف حوش مع بعض. طبعا عملها كتير على القناه بيتعمل ازاي. احلى رغيف حوش عملناها على البوتاجاز مع النوش والفرن. بعمل عجينتها تحفه 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 على القناه. احلى رغيف حوش على الجريل. ولا احلى ولا اروع. حاجه سهله وبسيطه من فوق البوتاجاز. روعه. احلى رغيف حوش ما شاء الله تحفة. ادي التسوية الصح. نقطتين زيت في الطاسة وبالشكل ده. ولا احلى ولا اروع. عالجريل. الفرن بقى ثواني اتعملت حاجة كده روعة روعة. شكرا. حوش على الجريل تحفة. عالبسه لازم من فوق. خلص بالشكل ده.